للحديث أكثر عن استمرار معاناة أهالي البكرية غربية بغداد ومخاوف من تهجيرهم، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بك شيخ يحيى. يعني من جديد تعود أزمة البكرية غربية بغداد إلى صدارة المشهد بعد أن اشتكى الأهالي من التضييق عليهم. السؤال هنا، لماذا برأيك تتصاعد عمليات التضييق على أهالي البكرية في الفترة الأخيرة بالذات؟ أحييك وأحيي مشاهدي الرافدين. عمليات التضييق ومصادرة حريات وأرزاق أبناء الشعب العراقي منهج تسير عليه أدوات الاحتلال لتنفيذ ما مرسوم لها، ولتبين لقوى الشر الذي رسمت وخطت ما يسمى العملية السياسية الفاسدة إنها الأداة المطيعة لتنفيذ الأجندات الطائفية وصولا للهدف الرئيسي بإحداث التغيير الديمغرافي على حساب أملاك المواطنين وأرزاقهم وكرامة. نعم شيخ يحيى، التضييق كما تفضلت لم يعد أمنيا كما اعتاد أهالي البكرية غربية بغداد، ولكن بدأ الأهالي يشتكون من محاربة الميليشيات والقوات الحكومية لهم في مصادر أرزاقهم. ما الهدف من ذلك باعتقادك؟ التضييق على كل المستويات من أجل قطع شريان استمرار الحياة لأبناء البكرية كغيرها من المناطق المستهدفة، لإجبار أهلها على مغادرة منازلهم ومزارعهم، للاستيلاء عليها لصالح عصابات قذرة قاها الزمن وامتلكت زمام القرار فأفسدت في الأرض وسعت لتنفيذ كل ما من شأنه الاعتداء على أبناء الشعب، واتخذت من السلاح أداة لسرقة قوت الشعب وممتلكاته. نعم. الطرمية ومحيط مطار بغداد واليوم البكرية شيخ يحيى، بما تفسر استهداف هذه المناطق بعينها بالتضييق على أهلها بحجج لا يمكن قبولها من طرف الأهالي؟ الاستهداف الطائفي الذي تقوم به الحكومات المتعاقبة للاحتلال وعمليته السياسية البائسة، والتي رفضها أبناء شعبنا بكل أطيافهم عندما رفضوا المشاركة بديمقراطية التزوير والكذب والتجويع لشعبنا، ولكن أمريكا وقوى الشر المتحالفة معها ورغم سقوط مشروعها في العراق أصرت على هذه العملية الفاسدة التي بنيت وفق مفهوم المحاصصة والتمييز الطائفي. لذلك استهداف شعبنا في ديالة وجرف الصخر والطارمية والرضوانية واليوم البكرية لأنهم من أبناء القبائل العربية السنية التي أشادت حضارة العراق وبنت مدنه، مع احترامنا وتقديرنا لأبناء شعبنا من كل المكونات، لكن جرائم المحتل ومخططاته التي تنفذها الحكومات العميلة أراد إحداث شرخ لتمزيق وحدة شعبنا باستهدافه المتكرر لأبناء عرب السنة بشكل خاص منذ اليوم الأول للاحتلال، وما زال يعمل جاهدا على تمزيق أواصر شعبنا بهذه الاستهدافات الجبانة ضد مدن وحواضر بعينها. إلى سؤال جديد شيخ يحيى، يعني ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في خطة التغيير الديمغرافي التي ترسم خريطتها وتتم بمحافظات بعينها في العراق؟ صناعة الميليشيات مخطط مرسوم لتنفيذ المهام القذرة للمحتل الغاشم الغادر من أجل إعطاء صورة للرأي العام العربي بأن هذه الميليشيات تعمل وفق مزاجها، وإن المحتل وحكومته العميلة غير قادرين على كبح جماحها، وهذه لا يمكن أن تنطلي على أبناء شعبنا ولا على الرأي العالمي ومراقبي الوضع العراقي. فالميليشيات ذراع المحتل لتنفيذ جرائمه المرسومة، وفي مقدمتها إحداث التغيير الديمغرافي في المناطق العربية السنية. إلى السؤال الأخير الآن، يعني هل نستطيع ربط نتائج الانتخابات الأخيرة ومحاولة كل طرف من المتنافسين في إرضاء جمهوره حاضراً على حساب مكون بعينه في عملية التغيير الديمغرافي التي تحدث ليس في البكرية وغيرها من مناطق بعينها أيضا؟ هذه الانتخابات جرت أو لم تجري فهي لا قيمة لها مطلقا، لأنها فاقدة للشرعية تماما، ولم يشترك فيها سوى 10% لكن دكاكين الأحزاب المأجورة
تسعى جاهدة لتنفيذ أجندات أسيادها لتنفيذ مآربهم وإعطاء الصورة إنهم خدم أقدام بتنفيذ ما يطلب منهم للتغطية على فشلهم ورفض الشعب لهم، لذلك يعملون على إرضاء مرتزقتهم باستهداف الآمنين بأملاكهم وأرزاقهم وحرياتهم سواء في البكرية أو ما قبلها مدن مستهدفة، ولربما هناك مدن أخرى تستهدف عندما تنتهي إجراءاتهم القمعية والنازية ضد أبناء شعبنا في البكرية. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.